أهلا بكم في قناة قانون بالعربي، القناة والملتقى الأول لكل محامين وطلبة القانون ورجال القانون في مصر والعالم العربي. قناة قانون بالعربي قناة مهتمة بكل الشأن القانوني في العالم العربي كله، ومش بس كده، مهتمة كمان بالشأن القانوني في كل العالم. اهتمام قناة قانون بالعربي بيغطي كل أفرع القانون، من شرح لمواد القانون، شرح لنصوص القانون، شرح للمواضيع القانونية الشائعة ومناقشتها، مرافعات، أحكام قضائية، تحقيقات نيابية، كل حاجة. ومش بس كده، كمان قناة قانون بالعربي مهتمة بكل المناقشات والمراجعات مع رجال القانون الآخرين، سواء كانت المراجعات دي في آراء قانونية أو في مواد شائعة أو حتى في مواضيع قانونية شائعة. بنهتم جدا إن احنا نسمع الرأي والرأي الآخر. بنهتم أيضا إن احنا نوثق كل الأحداث القانونية وكل المواضيع القانونية في مكان واحد. مع الوقت بنلاقي ان دايما كل المحتوى القانوني ما بقاش ليه اي وجود في السوشيال ميديا، المحتوى القانوني ابتدى ان هو يتلاشى، ابتدى يختفي من السوشيال ميديا زيه زي كتير جدا من المحتويات المهمة والمفيدة، وظهر مكانها المحتويات الغير هادفة زي طبعا محتويات التيك توك والرقص والحاجات دي كلها. فعشان كده كان كل اهتمامنا ان احنا نحافظ على المحتوى القانوني ونخليه موثوق ومحفوظ في مكان واحد فقط لا غير، وهو قناة قانون بالعربي. انا بعتبر ان قناة قانون بالعربي هي قناة مهتمة بتوثيق كل الاحداث القانونية في كل العالم، مش بس لأحمد موسى، بالعكس القناة مهتمة بكل اساتذة القانون، كل المحامين، حتى كل طلبة القانون. اي شخص بيقدر يقدم معلومة قانونية اكيد بيكون ليه مكان، ومكان كبير جدا على قناة قانون بالعربي. مع الوقت هتعرفوا ان توثيق العمل القانوني من اهم الامور اللي قناة قانون بالعربي عملتها. القناة بدأت من صفر مشترك، النهاردة الحمد لله رب العالمين تخطت آلاف المشتركين، وده شيء يعني أنا بيدعوني للفخر والسعادة إن احنا يكون لنا مكان في وسط مجتمع الإنترنت بوضعه الحالي. ده شيء عظيم جدا إن احنا بقينا موجودين وبقى لنا صوت مسموع، والمحامين كلهم دلوقتي بقى في مكان تقدر تشوفهم فيه، تسمع مرافعاتهم، تسمع كلامهم، تتعرف عليهم بشكل أفضل بكتير من الأول، لأن كان في بعد كبير جدا بين الموكل وبين المحامي. مفيش حد عارف مين المحامين دول، مفيش حد عارف بيشتغلوا ازاي، محدش عارف طبيعة العمل القانوني في مصر. وعشان كده بالنسبة لكل الناس وكل المستقبلين لهذه القناة، قناة قانون بالعربي بقت دلوقتي هتقدر تسهل عليكم حاجات كتير جدا في الحصول على المعلومة القانونية، في سماع المرافعات، في مشاهدة كل الفيديوهات القانونية، فحتى ان انت تقدر تشوف الاحكام وهي بتنطق من القضاء، وبتشوف الجلسات وبتشوف المتهمين وبتشوف كل حاجة. بنحاول دايما نقرب المسافات ما بين الموكل او ما بين المتلقي وما بين كل اطراف العمل القانوني في مصر. وعشان كده تأكد دايما ان شاء الله قناة قانون بالعربي هتكون هي الاختيار الاول ليك والمرجع الاساسي لكل الناس. وفي النهاية اتمنى ان القناة دايما تفضل عند حسن ظنكم وتفضل دايما في تصاعد مستمر، وايضا اتمنى انها تفضل الملتقى الاول لكل رجال القانون الذي يوثق كل الاحداث القانونية وكل ما هو يتعلق بالقانون. يبقى عندنا مكان واحد نقدر ان احنا نرجع فيه لكل المعلومات القانونية، او يكون هو المكتبة القانونية المرئية الكاملة على السوشيال ميديا والانترنت. واتمنى دايما نفضل عند حسن ظنكم. واخيرا اشوفكم على خير في الحلقات القادمة، وان شاء الله قناة قانون بالعربي دايما هتكون معاكم، ونشوفكم على خير ان شاء الله. سلام عليكم.